وأرحب مشاهدينا بضيفي الكريمين أستاذ العلاقات الدولية والإعلامية الفرنسية الأستاذ بيير لويس ريموند، وكذلك المختص بالشأن الروسي وأستاذ في الأكاديمية الروسية دكتور محمود الأفندي. وأبدأ معك دكتور محمود، إذا يعني استمعنا إلى ما تحدث به ماكرون عن المزيد من الحشد لأوكرانيا، ولكن في المقابل هنالك تقارير تتحدث عن شبه نفاذ ربما للأسلحة التي تصدر إلى أوكرانيا، وهنالك حديث داخلي ربما في بعض الدول الأوروبية. كيف ترى المشهد المتعلق بهذا الأمر؟ أول شيء يسعد أوقاتك صديقي والأخوة المشاهدين والضيف الكريم. طبعا في هناك حالة تململ بالاتحاد الأوروبي وخصوصا دول كبيرة مثل فرنسا وألمانيا من الحرب بأوكرانيا. فعليا تراجع القوات الأوكرانية التي فعليا الولايات المتحدة الأمريكية وعدت أن تتقدم وستفوز في المعركة وستحافظ على أرضيها، كل هذه الوعود لم يعني ذهبت هباء. فعليا التململ جاء عن طريق تراجع قوات أوكرانية. فما مدى يعني ما مدى تسليح أوكرانيا؟ فعليا جيش أوكرانيا الآن محاصر في كل المناطق، يعني التسليح يجب أن يكون لجيش، والجيش الآن بحالة انهيار كامل. هذا أول شيء. وفي خطورة جدا، أوروبا تعلم جيدا يعني أنه في خطورة تم التسليح بأسلحة متوسطة وخفيفة وكذلك ثقيلة، هناك خطر بتسرب هذه الأسلحة إلى العصابات وما هو عليه والقوات الانفصالية في كل مكان في أوروبا، وهذا فعليا سيهدد أمن أوروبا يعني. وحتى الآن في الإنترنت فيك تشوف كيف الصفحات كيف تتباع الأسلحة، الجوفلين ب$30,000، ستينجر ب$50,000، الطائرة اللي وعدوا فيها الأمريكان اللي ما يسمى الكاميكازي $10,000، فيك تفوت على النت وتشوف كيف تتباع. للأسف الشديد هذا حتى الانتربول يعني حذر من بيع هذه الأسلحة عن طريق العصابات. هذا أول شيء. ثاني شيء، فرنسا فعليا كما قال أمريكا أن هناك وحدة في الصف الأوروبي، وحدة في الناتو، ليس هناك أي وحدة تقريبا بعد التقدم الروسي، أصبح تزعزع في كل الصفوف إن كان في الاتحاد الأوروبي وإن كان في الناتو. فعليا العقوبات الاقتصادية أصبحت تؤثر على أوروبا على الطبقة الوسطى والفقيرة، بينما روسيا تؤثر على الطبقة الغنية. يعني العقوبات بدأت تتململ منها الشعوب الأوروبية، وهنا خطر على القيادات الأوروبية التي تحكم الآن. هذا أول شيء. يعني دكتور محمود سنتحدث العقوبات، نعم سنتحدث عن الوضع الاقتصادي وإلى أي مدى سيسمح باستمرار هذه المساعدات. ابقى معي دكتور محمود، أتحول إلى الأستاذ بيير لويس ريموند. إذا يعني أستاذ بيير، الغرب يتهم روسيا بأنه يتقدم عن طريق الضرب العشوائي، الضرب غير الانتقائي، الضرب ربما على حساب المدنيين. هل فعلا التقدم الروسي يأتي على حساب هذه الأمور؟ أولا أعتقد بأن الغرب لا يتحدث بصوت واحد في هذه المسألة، وإذا كنا نتحدث عن تقدم روسي لا ينبغي أن ننسى بأن الحرب قائم منذ شهر فبراير، منذ أكثر من 240 يوما. أعتقد أن المسألة الأساسية الآن هي مسألة متعلقة فعلا بالذهاب إلى المفاوضات، وهناك إقرار من الرئيس الفرنسي نفسه عن أن الأمور وصلت إلى نقطة مختلفة تماما عن بداية الحرب. ولو لاحظت الرئيس الفرنسي لم يركز على مسألة الضرب العشوائي أو غير العشوائي كما ركزت عليه قوى غربية أخرى، وإنما ركز على المسار الدبلوماسي والمسار التفاوضي الذي ينبغي التخطيط له فيما يستقبل من أيام، لأن الطرفين المتنازعين وصلا إلى نقطة لا عودة، بحيث أن أي انتصار وأي هزيمة سوف تكون قائمة على خسائر ومكاسب من الجانبين. أستاذ بيير، هذا يتعلق وهذه التغيير، هذا التغيير عفوا في اللهجة، هل هو بمثابة تراجع، بمثابة ضعف، بمثابة مزيد من الضغوطات الاقتصادية، أم أنه يعني كفى للحرب فقط؟ لا، أنا أعتقد بأن اللهجة دائما باتت لهجتين. لهجة دانة، لهجة توبيخ، لهجة قائمة على أساس أن هناك معتد وهناك معتدى عليه،
ولكن هناك لهجة أخرى أيضا خاصة نلامسها من قيادة الاتحاد الأوروبي التي تجسدها فرنسا وفي الشخص الرئيس الفرنسي نفسه، بحيث الصوت الفرنسي هو صوت يذهب إلى التفاوض. صحيح تسأل إذا كانت الأمور قائمة على أن الحرب يفرض منطقة، طبعا الحرب يفرض منطقة، ولكن نحن نتجاوز المواجهة بين معسكرين للوصول لنقطة اتفاق أدنى. ابقى معي أستاذ بيير. أعود إليك دكتور محمود، يعني ما هي المعطيات التي تتحدث عنها روسيا في بالنسبة للوضع الميداني؟ قبل التوجه إليكما ضيفي الكريمين، تحدثت كذلك إلى يعني خبير عسكري، تحدثنا مليا عن هذا الموضوع، ولكن كيف تصف روسيا هذا الموضوع، خصوصا ما يحدث في الشرق في معركة دونباس الحاسمة كما تسمى؟ أول شيء بس أعقب على كلام ضيفنا الكريم، فعل كلام سليم تكلم السيد بيير، أنه في الآن في معسكرين في الاتحاد الأوروبي أو حتى في الغرب، معسكر السلم ومعسكر الحرب. هدف شيء واضح، معسكر السلم ضمن ألمانيا وفرنسا نوعا ما، ومعسكر حرب باقي الدول اللي هي دول البلطيق وكذلك بولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. لذلك الآن كل هذا التزعزع اللي عم يحصل بأوروبا سيؤدي فعليا إلى ما يسمى كله عم بيمشي على الخط الميداني، يعني الخط العسكري الآن بالنسبة للميداني اللي سألت عنه. الميدان الآن هو انهيار كامل للقوات الأوكرانية. ما يعني انهيار؟ انهيار يعني أنه في خطر فعليا بدأ يحدق في الدولة الأوكرانية. أما يحدث الآن الوضع الميداني أن الناتو الآن يريد فعليا، وهناك تصريح خطير أحد أعضاء الناتو السابقين قال إذا الناتو يريد أن يستمر كوجود يجب أن لا تفوز روسيا في المعركة أو لا تكسب روسيا تحقق أهدافها. هذا يعني ستضطر إعطاء أوكرانيا أسلحة متطورة، هذا سيؤدي فعليا إلى إنهاء الدولة الأوكرانية بشكل كامل. يعني ماذا لو أعطوا الصواريخ كما يطلب الأوكرانيين بعيدة المدى، ستقصف روسيا 300 كيلو، ستقصف بعض المناطق الحدودية الروسية، يمكن في العمق الروسي مضيق بريانسك وعدة مدن أوكرانية وكذلك منطقة بلغراد، مدينة بلغراد هو مدينة كبيرة. إذا تم قصفها روسيا ستقصف أوكرانيا كمدينة، عفواً كييف كصاحبة قرار. هذا يؤدي فعلياً إلى انهيار الدولة الأوكرانية. فهنا هذا خلاف الخطوط التقدم، ولكن دكتور محمود رغم نعم يعني رغم هذا الامر، ماكرون يتحدث قبل قليل عن احتماليه بحث في ضم مولدوفا للاتحاد الاوروبي، بمعنى ان الاتحاد لا يتردد بمزيد من اتخاذ خطوات تصعيديه ضد روسيا. شو بالنسبه للاتحاد الاوروبي هذا بالشيء من سبع مستحيلات، لانه مولدافيا وكل هذه الدول الاتحاد السوفيتي السابق غير جاهزه لدخول الاتحاد الاوروبي، لانه بلد تعتمد على سيستم الاليغارخي وعلى الفساد المعروف في كل اتحاد السوفيتي السابق، في دول الاتحاد السوفيتي السابق. فهذا يعني ان سيغير هذه الدول فقيره، بالاضافه الى ان الفساد يكمن في حكومتها، ان كانت مولدوفيا وان كانت جورجيا وان كانت هذه الدول. اذا ضمت هذه الدول اول شيء هذا بالنسبه لروسيا لا يشكل اي شيء، ولكن فعليا سيؤثر الى اضعاف الاتحاد الاوروبي، هذا شيء واضح. ماكرون في حاله هستيريه نوعا ما، انا برايي هو يريد السلم في نفس الوقت ويريد ان يعاقب روسيا. وانا على سؤال مهم، يعني كيف الان يعني يريد السلم في نفس الوقت يزود اوكرانيا في اسلحه فكره محرمه دوليا؟ اليوم اربع صواريخ سقطت امبارح في دونيسك، مدافع هاون عفوا سيزر انتاج فرنسي مجهزه بقنابل عقوديه، قالت فرنسا يعني انها دمرتها عام 1997. دكتور محمود فعليا ان هناك في ان هناك في هستيريا الان في كل الرئاسه في كل الرؤساء الاوروبيين بالفعل. يعني اوروبا الان تفقد الى العقل، كما قال برلسكوني الرئيس وزراء الايطالي السابق، ان بالفعل اوروبا اصبحت منعزله عن كل اشكرك العالم. اشكرك دكتور محمود، إن كان منعزله سياسيا وكان منعزله حتى فكريا. اشكرك دكتور محمود. استاذ بيير، الوضع الاقتصادي الى اي مدى سيسمح باستمرار المساعدات، لا سيما ان العقوبات تنقلب على الغرب في ظل ازمه غذاء وطاقه؟ تحدث عن هذه النقطه دكتور محمود، واتمنى ان اسمع رايك بالموضوع. أزمة الغذاء والطاقة ستستوجب بعض الاستثناءات. نحن نعلم مثلا أن مسألة توريد النفط وتوريد الغاز لا يمكن أن يقع فيه إلغاء العقود بين ليلة وضحاها. نعلم ما حصل بالنسبة لتسليم الغاز إلى ألمانيا و
اعتماد روسي على فكرة أن شركة سيمنز ليست مجهزة أو لم تعد مجهزة بالتجهيزات اللازمة لتوصيل الغاز إلى ألمانيا، ولكن في نفس الوقت هناك توصيل للغاز بمقدار 150 يعني ميجاوات وبمجموعة من الطاقة أقل من الطاقة المعتمدة، ولكن مع هذه الشحنات لا تزال موجودة، فبالتالي العقوبات الاقتصادية لا يمكن مثلا أن تذهب إلى نفس الوتيرة من الأرصدة المجمدة في الأوليغارك الروسيين في الأوليغارك الروس في الدول الغربية مثلا، لأن يعني هناك حاجة ماسة ولا يمكن تجويع يعني هذه الأعداد من الناس وعدم إمكانية تزويد البيوت بالتدفئة والطاقة. أشكرك جزيل الشكر، أشكر ضيفي الكريمين على كل هذه المعلومات وهذه المداخلات، الأستاذ بيير لويس ريموند أستاذ العلاقات الدولية والإعلامي الفرنسي، وكذلك الدكتور محمود الأفندي المختص بالشأن الروسي وأستاذ في الأكاديمية الروسية، شكرا جزيلا لكما.